تحياتي واهلا بحضراتكم. حلقه الخميس نهايه الاسبوع من برنامجكم الحقيقه، واللي بنستعرض فيها مع حضراتكم موضوع من الموضوعات اللي بتخص السوشيال ميديا. لكن خلونا قبل ما نبدا في موضوعنا، كان في موضوع مهم تابعناه خلال اليومين اللي فاتوا، وبصراحه يعني ما قدرتش ان انا اعدي الحلقه من غير ما اتكلم فيه. الموضوع ده هو استعادة الدولة المصرية للصيادين المصريين اللي كانوا محتجزين في اليمن. الموضوع ده احنا حسينا فيه بإحساس مختلف، إحساس نقدر نقول عليه جديد، وهو إحساس بيعبر عن قيمة المواطن المصري اللي المفروض يكون عليها، واللي كنا طول الوقت زمان نقول احنا فين، احنا مين، احنا في حد حاسس بينا اصلا ولا لا، حد ممكن يلحقنا لو حصل لنا حاجه. لكن في الوقت ده من خلال اللي حصل ومن خلال تدخلات كتيره جدا للدوله المصريه بكل مؤسساتها، ابتدينا نشوف ايقاع مختلف، ابتدينا نشوف ظهور حقيقي وفعلي للمواطن على ارض الواقع، مش مجرد بقى شعارات وإكليشيهات وحاجات بنقولها بس ما بنلاقيش أي فعل أو صدى ليها في الواقع. لا، ده في مسؤولين بيسافروا وطيارات بتروح وطيارات بتيجي ومهام كبيرة ومجهود شاق، والكل بيتكاتف عشان يظهر الشيء المشرف ده. طيب، الكلام عن استعادة الدولة المصرية لأبنائها بالطريقة دي بيخلي الواحد مننا يفكر ويسأل إيه اللي اتغير وخلى الأمور بقت تتعالج بالشكل ده؟ يعني إيه اللي فرق عن زمان مثلا؟ ما هو أصل ممكن في ناس تقولك هو حصل إيه، يعني مكبرين قوي الموضوع وعمالين تقولوا وتيجوا وبتاع وكده. لكن هرد على حضرتك وأقولك لا، اللي حصل ده يفرق كتير. اللي حصل ده بقى فيه إثبات إن كل واحد مصري حاسس بالأمان، مش بس جوه بلده، لأ بره بلده كمان. اللي حصل إنك لما تقف في أي مكان تاني بعد كده وتقول أنا مصري، هيكون في استجابة، هيكون في احترام. ما احنا بنلاقي بعض الأفراد رخيصة العقل، رخيصة العقل والقيمة والمبدأ إذا صح الوصف والتعبير، واللي كانت دايماً ما وراهاش شغلة ولا مشغلة إلا أنها تنتقد أو غير أنها تتريق على الباسبور المصري. هتبدأ بقى في الزمن ده تفكر ألف مرة قبل ما تقول الكلام ده، أو ببساطة مش هتلاقي حاجة تقولها من الأساس، هتدور بقى على كذبة تانية، تلفيقة تانية، أكل العيش بقى اللي هما بيعيشوا عليه، أبجني تجدني، اتفقنا على المبدأ ده لو هو أصلا مبدأ. لكن هو رخص. الدولة المصرية ومؤسساتها بالكامل اتحركت عشان مجموعة صيادين، وخليني أتكلم مع حضراتكم بصراحة، كان إيه اللي هيحصل، نركز قوي في السؤال ده، كان إيه اللي هيحصل لو الدولة المصرية ما اتحركتش؟ أجاوب؟ طيب هقول لحضرتك. كانت الناس هتقول أصل الدم المصري رخيص، أصل دي بلد ما بتهتمش بولادها، مش أصلا حطها في أولوياتها، وأصل 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 وأصل، هنشوف كل الجمل دي. إنما اللي حصل هو شيء محترم، شيء عظيم، حاجة تستحق إننا فعلا نبتدي نعيد المفاهيم اللي مالية عقولنا بالغلط، أو كانت مالية عقولنا بتهاون وإهمال سابق بدأ يتعالج. الرجالة اللي رجعت والشباب اللي مصر قدرت إنها تجيبهم بالسلامة هيربوا ولادهم على حب البلد الحقيقي اللي اتحركت عشانهم. طيب احنا عايزين نروح بقى نشوف لقاءات مع اهالينا من اسر الصيادين
اللي نوروا بلدهم ورجعوا بألف سلامة. نروح نشوف اللقاءات دي ونرجع تاني لحضرتكم. أنا مش عارفة أشكر سيادة الرئيس ده إزاي خالص، يعني كمة الشكر كلها أنا عايزة أشكره ذات نفسنا، مش عارفة يعني إزاي فجأة أنا ما كنتش عارفة بجد، يعني إنه جوزي راجع لي مش مصدقة. أنا عايزة أنا من فرحتي يعني اللي عيبها إحنا ما عندناش مثلا إن أنا أروح يعني أجيبه والكلام ده، أنا ما نمتش، وكان يعني بيتي بعد إذنك يعني كان وضعه غير الوضع ده فجأة، وأنا كنت نايمة تعبانة خالص سيئة خالص عدمانة. فطبعا قبلها مكلمني بيقول لي مش عارفين نيجي، مش عارفين نتواصل. طب لسالك قد قال لي على الاسبوع الجاي، يمكن الاسبوع اللي بعده، اصل في مشاكل ده في مش عارف ايه يعني حاجات كتيره. ففجاه ولسه مكلم، يعني لقيت بنتي انا نايمه تعبانه نفسيتي تعبانه عشان جوزي، فلقيت بنتي داخله عليا بتزغرط، قال لها في ايه يا هبه؟ يعني انا نايمه وهي صاحيه بتتفرج، حد باين بلغها من اصحابها او كده، قالها تفتحي ده بابا ايه على التلفزيون، بابا فين على التلفزيون؟ انا بصراحه انا مانيش مصدقه لحد دلوقتي اللي هو معايا. اول حاجه انا بشكر سياده الرئيس اللي هو بعتهولي بالف سلامه، وبشكر الجيش وبشكر كل الناس اللي هو جالي ده، حبيبي بجد. دي بقت فرحتي الكبيره، ده فرحي بجد. كنت قاعد على السكه فبعدين قلت هو ما كلمنيش النهارده ليه؟ لما افتح اكلمه، فبعدين وانا بفتح اكلمه قام التليفون رن، تكت على الرن بالغلط، فرن تلاقيته رد عليه وما كانش بيرن، وكان يكلمني اتصال نت بس، لكن ارن ما يرنش يديني مشغول. فبعدين وانا بكلمه فقام التليفون قام رن، فبرنات تلاقيته رد عليه قال لي ده احنا جانا فين؟ جانا مصر. قمت له بتهزر؟ قال له والله جانا مصر بس ما ترنش على الوقت عشان احنا ما جايين. اول حاجه اقولها اشكر سياده الرئيس وسيادة السفير وبص كل المسؤولين بشكرهم ان هم يقولنا هناك اليمن الارض اليمنية. انا ساعة ما شفت الطيارة مانيش مصدق ان سيادة الرئيس يبعت لنا الطيارة دي بالناس المسؤولة في قلبي، ناس مسؤولة كانت في الطيارة، ربك والحق ازاي خطر بالناس دول علشان صيادين؟ يبقى ده ايه؟ ده أب وكل حاجة في الدنيا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني أسرة من الأسر المصرية الجميلة البسيطة الحقيقية اللي شفنا يعني كلامهم الصادق جدا، اللي لا فيه بقى تزويق ولا فيه مجاملة ولا تطيب خاطر، لا في كلام وحقائق اتقال وواقع حصل شفناه وعشناه مع بعض كمصريين. طيب خلونا نسمع تفاصيل أكتر مع الأستاذ أحمد جمعة، طبعا هو محرر الشؤون العربية بجريدة اليوم، بجريدة اليوم السابع عفوا، أستاذ أحمد عبد الحكيم. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم. طيب أنا محتاجة أسمع منك يعني صدى الحدث الكبير العظيم اللي عملته مصر بالنسبة للصيادين المصريين، كان واقعه إيه على الأخبار العربية والتناول بشكل عام الإخباري؟ يعني هو بالتأكيد حدث مهم جدا بيأتي طبعا في إطار جهود الدولة المصرية للتأكيد على إن هي بتحافظ على أولادها في الداخل والخارج، ودي طبعا مش أول مرة إن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي تعمل هذا الامر. طبعا شفنا اداره الازمه العظيمه اللي حصلت في جهود استعاده المصريين الرعايا المصريين من ووهان الصينيه ووضعوهم في الرعايه الصحيه في مستشفى النجيله في مطروح. طبعا بالتاكيد ده بيدل على ان الدوله المصريه حريصه جدا على ابنائها في الداخل والخارج. ولكن أنا يمكن محتاجة أستثمر مع حضرتك يا أستاذ أحمد فكرة أن حضرتك يعني محرر الشؤون العربية، فبالتالي أنت متابع بشكل كبير يعني بعض المصادر العربية والشؤون الخارجية الخاصة بأهم التطورات اللي بتحصل. أنت عارف طبعا أن في بعض المواقع وبعض الأخبار أن لو حصل أي حد اتكعبل في مصر يعني بيتم التناول
بشكل كبير جدا وبيتم التركيز عليه. أنا محتاجة بقى أعرف يعني ده حدث عظيم جدا مصر عملته لأبنائها، فبالتالي التناول الإعلامي كان أخباره إيه؟ مش على الصعيد المصري، أنا بتكلم على الصعيد العربي. على الصعيد المصري، آه بالظبط. يعني هو بالتأكيد إحنا برضو يعني طبعا زي مره ما الكره السياسيه بتكرر في اكثر من مره، احنا مش طول لو في حد، اذا انا بتكلم على لو في اعلام معادي يعني بي 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 بيحاول يتخذ بعض الحاجات او ان هي تكون ضد مصر، طبعا احنا طبعا طبقا للقياده السياسيه بنقول احنا بنشتغل اكثر وبنحافظ على بلدنا وبالفعل بنعمل الكلام ده. بالنسبه لحادثة الصيادين طبعا يعني بنكون اكثر تحديدا واكثر دقه، لم تتناول كثيرا في الاعلام العربي. يعني على المستويات العربيه هي تناولت بس في اطارها ان مصر تمكنت من اداره الازمه بشكل جيد، تمكنت من استعاده ابنائها، تمكنت في بعض الناس تناولوا الجهود المصريه في الفتره الاخيره طبعا في حادثه وهان وحادثه الصيادين المصريين في اليمن، هي في الإطار ده. لكن طبعا بعض الناس زي برضو لما شفنا في حادثة وهان ومعالي وزيرة الصحة بالكمامة، طبعا هم بيتصيدوا بعض الأمور. لا أنا كتحديدا كنت بتكلم عن يعني هذا الحدث العظيم الخاص بعودة الصيادين المصريين من اليمن. أستاذ أحمد عبد الحكيم، محرر الشؤون العربية بجريدة اليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفادة. طيب نرجع بقى لموضوعنا الأساسي اللي خاص بالسوشيال ميديا النهاردة بعد فترة يعني كام خميس بقى يعني مرينا بيه في 6 أسابيع. أستاذ شريف أسعد بيلحقني، شكرا. 6 أسابيع مرينا بمشاكل وسلبيات للسوشيال ميديا، وبعد ما وضحنا لحضراتكم خلال أسابيع فاتت إزاي ممكن نتعامل مع السلبيات دي وإزاي نقدر نتخطى الجانب المخيف من استخدامات السوشيال ميديا، قلنا النهاردة بقى نحاول نعمل إيه بقى؟ توازن صحي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان الناس ما تاخدش فكره سلبيه عن السوشيال ميديا، لازم زي ما قلنا قبل كده نوضح لحضراتكم ان السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اداه، حاجه في ايد حضرتك وانت بتستخدمها زي السكينه، ممكن تقطع بيها حاجه وممكن لا قدر الله تقتل بيها حد، هي نفس القصه برضو. اللي ممكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتقرر حجم الاستخدام، وانت اللي بتقرر برضو حاجة مهمة جدا اسمها اتجاه الاستخدام، يا يكون إيجابي يا يكون سلبي. السوشيال ميديا زي ما ليها سلبيات كتيرة برضو ليها إيجابيات، محتاجين من وقت للتاني كده ننورها لحضراتكم عشان كلنا نعظم من حجم الاستفادة ونقلل من الآثار السلبية. ده الهدف الأساسي لي يعني تخصص يوم الخميس في برنامج الحقيقة للسوشيال ميديا. احنا رحنا سألنا أهلنا في الشارع المصري إزاي ممكن يستفيدوا من وسائل التواصل الاجتماعي، إيه بقى؟ مهنيا يعني إيه؟ يعني في الشغل، في العمل، في التجارة، إزاي؟ نروح نشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. كويسة طبعا لأنها بتدي خدمة كويسة، وبعدين غير كده بتنقل الحاجة، يعني بتوصل الحاجة للعملاء في المكان اللي هم عايزينه. أنا شغلي كله تكييفات، محل تكييفات، بعرض وببيع كله على الاونلاين على النت. ما عنديش عميل مميز بيجي لي المحل كتير غير اللي على السوشيال ميديا اكتر، وبيبقى اسرع في البيع والشراء. جبت من شبرا، اتصلت عليهم جابوا لي كوتشات بس ما طلعتش نفس الخامه. تمام، مش الخامه اللي انا كنت عايزها، وكان طالبيني الواحده ب 200 جنيه فاحنا ما خدناهاش، عودنا بقى الراجل التاني، فمن بعدها ما بشتريش عشان ضحكوا علينا. والله دي طبيعة الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كده، يعني الواحد بيشجع معظم الناس اللي بتتعامل بالطريقة دي، يعني ان تحاول تطور من نفسها، ان تحاول تلاقي اي مجال لشغل وكده كده، وتفتح ظروف. فجو الظروف اللي احنا فيها، الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها برضه، احنا الظروف الاقتصادية صعبة،
فالواحد بيشجع الناس دي. انا ما جربتش اتعامل معاهم اللي بخاف من المواضيع دي، ما جربتش اللي بخاف منهم، بس انا بحب اتمنى بشتري حاجه اشوفها، ما بحبش اجيب الحاجه اللي على الهوا دي، ما اعرفش اتعامل معاها. والله دلوقتي بقيت اتابع الافكار، تدوير الحاجات في البيت، الحاجات المنزليه اللي احنا بنرميها، بنستفاد منها في حاجات كتير، يعني السوشيال ميديا ساعدتنا في حاجات كتير. كماركتينج مثلا، انا في ستنت اكتيفيتي، فاحنا بنستخدم السوشيال ميديا، هو مش انا بس، الناس الماركتينج معانا بيستخدموها في التسويق، لو هنعمل ايفنت، لو هننزل مثلا تقديم ناس بارتيسيبنتس معانا، تقديم ممبرز، فبنستخدمها في حاجات زي كده. بصي، هو ساعات بيبقى فيه مميزات وفيه عيوب، مش كل السوشيال ميديا ساعات بتبقى كويسه، وفي ساعات بتبقى يعني بتبقى كويسه، مثلا الناس بتتاجر، في انواع من انواع التجاره بتبقى على السوشيال ميديا، وفي ناس بيبقى لها وظايف على السوشيال ميديا، وساعات ما بتبقاش كويسه في بعض الاوقات. هو عامه دلوقتي الشغل اونلاين بيبقى احسن دلوقتي بكتير طبعا، المحلات ما فيش حد ضامن ريسك، بياخد ريسك مثلا انه يفتح محل او الكلام ده، وطبعا ضرائب والقصص دي يعني كلها احنا عارفينها. رجعنا لحضراتكم من تاني بعد ما شفنا اراء اهلنا في الشارع المصري، واحنا اخترنا نكون في فقرة الأرقام والإحصائيات بالتخصص الخاص لنفس الموضوع اللي احنا سألنا فيه، اللي هو نفهم إيه حجم الاستفادة اللي ممكن تكون قصاد عينينا في موضوع استثمار إيجابيات السوشيال ميديا. نروح نشوف جرافيك النهاردة والأساطير اللي بتطلع والحقائق اللي بتنهيها. الأسطورة الأولى بتقول سوق عمل إيه اللي على الفيس ويتك كده على السين قوي، سوق عمل ايه ده البتاع ده اصلا ملوش اي وظيفه او اهميه غير تضييع الوقت. بس احب اقول لحضرتك ان مش دي الحقيقه يا فندم. الحقيقه بتقول اللي بيقدر يستثمر وظيفته بالشكل الانسب ممكن يحقق نجاحات كبيره جدا. زي مين مثلا؟ زي مثلا كريستيانو رونالدو اللي بيكسب كام بقى؟ 400,000 دولار مقابل كل صوره بينزلها على الانستجرام. وزي ما نجمنا المصري اهو قدامكم على الشاشه، محمد صلاح بيكسب 165,000 دولار مقابل كل صوره بينزلها على الانستجرام برضو. المكسب حلو مفيش كلام. طيب نشوف الاسطوره الثانيه. الاسطوره بتقول، وهي شويه الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا دي هتكسب ازاي؟ هو احنا زي مثلا كريستيانو، أو إحنا زي مثلا فخر العرب؟ خلينا أقول لحضرتك برضو الحقيقة، 89% من اللي شغالين في التسويق لكل العلامات والماركات التجارية العالمية بيستخدموا فيسبوك في الإعلان عن البضاعة بتاعتهم والتجارة الخاصة بيهم في كل المجالات. حضرتك يعني ما فيش شركة النهاردة ملهاش وسيلة اتصال على السوشيال ميديا، يعني دي أكنها عايشة معانا مثلا، لو هي مش موجودة على السوشيال ميديا كأنها مثلا في زمن إنسان الكهف على طول. طيب زي ما حضراتكم كده شايفين قدامكم النسبة. الأسطورة الثالثة بقى بتقول طيب فيسبوك وبيكتبوا عليه كل حاجة وبيعرضوا عليه مواصفات والشركات عندها صفحات وفهمنا، الانستجرام بقى اللي ملوش يعني أي أهمية غير شوية صور على شوية سيلفيهات. لكن الحقيقة برضو في النقطة دي هقولها لحضرتك، الحقيقة بتقول إن 90% من متابعي إنستجرام بيتابعوا أعمال تجارية كمان، يعني بس مش بيقتصر يعني متابعتهم للإنستجرام إنهم بيتفرجوا على صور أو بينزلوا صور، إنما بيشوفوا منتجات تجارية في كذا مجال، وده بيخلي الشركات تهتم بإنستجرام، وخصوصا مع ارتفاع نسبة زيادة عدد المشتركين عليه في العالم من 700 مليون في سنة 2017 إلى مليار في عام 2019، زيادة كبيرة جدا في وقت قصير جدا. الأرقام دي بتكون مجرد مؤشر يعني وإثبات إن الاستفادة من السوشيال ميديا ممكن تحقق لو فكرنا بشكل عملي، إنما كمان عاوزين نسمع عن فكرة واستفادة عملية من حد مننا، وده هيكون الجزء اللي جاي بعد التقرير مع فقرة الضيف. استنونا. فتحت وسائل التواصل الاجتماعي مجالا واسعا لاستخداماتها في سوق العمل،
حيث وفرت فرصا ذهبية للشباب لخلق مجال عمل مميز لأنفسهم يمكنهم من خلاله إطلاق شركاتهم الخاصة التي يقدمون من خلالها منتجات وخدمات ذات جودة عالية. تقدمت الشبكات الاجتماعية حلولا مبتكرة لعقبات كانت تعيق رواد الأعمال عن تحقيق أحلامهم بفتح مجال عمل خاص بهم، فمن حيث إنشاء مقر للشركة وتعيين موظفين يعملون بها، يستطيع الآن أي شاب إنشاء صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك بشكل خاص لتكون هي مقر شركته الرقمية. أما الموظفون فيمكنهم العمل من هواتفهم أو حواسبهم الإلكترونية من أي مكان في العالم عبر شبكة الإنترنت. أما على مستوى التسويق والإعلان، فقد أصبحت السوشيال ميديا من المنصات الرئيسية التي تسهل وصول الرسائل الإعلانية لترويج وتسويق منتجات وخدمات وأي أشكال للسلع التي تبيعها الشركات بمختلف أحجامها، بداية من الشركات الناشئة والصغيرة وصولا إلى الشركات الدولية العملاقة. الشبكات الاجتماعية عصا سحرية يمكنك من خلالها إنشاء مستقبلك في سوق العمل في أي مجال تريد، لتقدم أفكارا مبتكرة تساهم في تطوير المجتمع وتواكب رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ولتخرج أيضا من الإطار التقليدي لفكرة انتظار الوظيفة. رجعنا مرة تالتة وفي الاستوديو معايا الأستاذة أسماء رؤوف، مؤسسة مبادرة مصر أحلى. دي بقى يعني وظيفتها وظيفة عظيمة جدا. بتعمل إيه؟ بتلف مصر ومعظم يعني دول العالم عشان تقدم تجربتها لمتابعيها على السوشيال ميديا وتعرف المصريين أكتر بالنعم اللي ربنا يعني وهبها للمصريين من خلال أماكن سياحية خلابة جدا، وازاي هي قدرت كمان انها تنتشر وتعمل لنفسها مجال عمل وتقدر انها فعلا تحقق نجاح كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أسماء منوراني نورك، وعارفة ان انت هتضيفي بشكل ايجابي كبير جدا في الفقرة دي عن ازاي ان احنا نستثمر السوشيال ميديا، وده هيبقى سؤالي ليك الاول. يعني انت ازاي فكرتي ان ممكن ان احنا نستفيد بشكل كبير جدا من السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، في أن احنا نعرف مصر للمصريين من خلال أماكن سياحية خلابة ممكن ما نعرفهاش، وبعد كده كمان أن انت تروحي وتعرفي الناس الأماكن دي برا مصر لما بتسافري برا. أنا محتاجة أسمع منك ده حبيبتي. ايه، انا مبسوطه الاول ان انا معاكي النهارده. انا اللي مبسوطه اكتر يا اسماء، منوراني ومشرفاني. تسلميلي تسلميلي. بصي، هي السوشيال ميديا زي ما احنا عارفين هي يعتبر يعني قويه جدا جدا جدا، من اقوى الساحات الاعلاميه اللي موجوده حاليا، وتعتبر بتدير العالم حاليا. لكن جزء السياحه اللي انا اختصيت بيه او اللي انا قررت ان انا اشتغل عليه على السوشيال ميديا، هو لان ده مجال يعني غير ان هو شغلي تعليمي، درسته الاول وبعد كده اشتغلته، فحبيت ان انا ادي الخبره والعلم والتجربه على السوشيال ميديا. انفلونسر دي دلوقتي، سواء انفلونسر بقى سلبي ايجابي، بقوا كتير جدا على السوشيال ميديا، بس مش كل انفلونسر بيبقى اسمه انفلونسر عشان عنده عدد متابعين. دي معلومه غلط جدا، ويمكن حد يكون عنده 10 100 الف اسمه انفلونسر بيأثر فيه بشكل ما، واهم حاجه طبعا الشكل الايجابي يعني. لكن اللي بيدي علم، اللي بيدي تجربه، اللي بيدي يعني خبره، هو ده اللي اسمه انفلونسر، او بيدي طاقه ايجابيه. ده اسمه انفلونسر، بيدي بصمه مختلفه. بالزبط. وبصمه بتفيد المتابعين بشكل كبير جدا. طبعا اكيد. موجود ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بيقدموا حاجات كتير جدا، لكن مش كل حد بيقدم حاجه على السوشيال ميديا اسمه انفلونسر. هو المؤثر، هو اللي بيقدم تجربه او علم او خبره. ده اللي انا اشتغلت عليه، وده اللي انا قررت ان انا من اول يوم. انت بداتي من كام سنه؟ اربع سنين. إيه الحكايه ابتدت منين؟ ابتدت من مرسى علم. انا بحبها جدا، ويمكن الحمد لله انا اول من اطلق عليها مالديف مصر. فكانت بقت ترند بعد كده،
فمن الاماكن الحلوه جدا ومن الاماكن الجميله جدا ومش واخده حقها. يعني بزعل قوي لما اقول لحد تعرف حماطه يقول لي مين حماطه ده يعني لو طيب المكان الحنكراب بيحسوني ان انا بقول حاجه بعيده جدا عن مصر. يعني الاماكن دي فعلا من اجمل ومتصنفه عالميا. يعني الحنكراب ده واخد المركز العاشر عالميا على مستوى كل شواطئ العالم. فازاي انتوا مش عارفين ده؟ فبدات رحت صورت هناك مرسى علم وكانت دي بدايه الانطلاق بقى الحمد لله. والناس بدات تحب ان هي تعرف معلومه جديده، حابه تعرف تجربه حد عملها في مكان او في منطقه جميله جدا في مصر، وبداوا يعملوا الشير واللايك وبدا الموضوع يتوسع ان انا الف في مصر جزء جزء فيها. بس كان في جزء في مصر بقى ده اللي ليه المعزه الكبيره سينا. عندي سينا طبعا. يعني هي سينا انا بعشقها فعلا. ويمكن كان كتابي الاخير هو سينا قلب العالم، وكاتبه فيه ان الناس بدات تقول لي اسماء سيناويه من كتر ما انا بحب سينا فعلا. يعني فيها جمال يا ايه مهما اوصف، فيها روحانيات فعلا عاليه جدا. كفايه ان المكان ده بالذات اللي ربنا اختاره دونا عن اي مكان في العالم ان يتجلى عليه، فيعتبر مر منه جميع الانبياء يعتبر. في اماكن اثريه وسياحيه، سياحه بيئيه، سياحه علاجيه، سياحه شاطئيه وترفيهيه، سياحه خضراء، كل سياحه دينيه، كل انواع السياحه في المكان ده. طيب انا محتاجه اسمع منك يعني استجابه بقى المتابعين، فكره ان انت خلاص قررتي ان انت تستفيدي من السوشيال ميديا بشكل ايجابي في ان انت تعرفي المصريين وتعرفي اي متابع من اي بلد تانية مصر واصله لفين من الجمال ده. الاستجابه بقى بتاعت المتابعين، كنت بتلاقي ناس برضو محبطين بشكل كبير جدا ويقولوا لك لا وانت ما بتشوفيش الاماكن اللي فيها مثلا مهملات وحاجات وكده وجايه تصوري لنا الاماكن دي؟ انت عارفه طبعا النوعيه طبعاً. دي احنا بنقابلها كتير اكيد جداً. طيب انا محتاجه اسمع منك انت ازاي كنت بتقاومي وبتتحدي ان انت تستمري في الطريق الايجابي ده على الرغم من المحبطين والسلبيين اللي هو ما اكثرهم للاسف ومننا فينا. هقول لك، هو اولا انا المبادره بتاعتي اسمها مصر احلى. ففي جزء مش صغير، جزء كبير جدا للاسف كان يدخل في التعليقات عندي مصر احلى ويعمل لي صور لاماكن وصور لحاجات سيئه جدا ويقول لا مصر مش احلى خالص، يعني الاسم نفسه مستفزهم يعني اسم المبادره. فده كان بيديني دافع اكتر ان انا ابين جمال مصر اكتر واكتر يعني. فما كانش ابدا بيحبطني يعني الكلام ده بيحبطنيش، لكن جيت في الفتره الاخيره يمكن من حوالي 5-6 شهور اتجهت اتجاه تاني شويه من داخل مبادره مصر احلى برضو ان انا اصور مشاريع الدوله والحاجات الحلوه اللي اتعملت في بلدنا برضو دي ضمن مصر احلى، وان فعلا في اللي انتوا عمالين تقولوا لا في عشوائيات، لا طب تعالوا بقى شوفوا الاماكن اللي اتنقلوا فيها سكان العشوائيات وبقت شكلها ازاي وجميل وحلو والناس مبسوطه في مصر. يعني في اماكن كتير جدا كلها منتهى الجمال زي الاسمرات المحروسه. كل الحاجات دي صورتها والناس استجابت ليها. بدا الناس اللي بقى كانت بتعارضني والناس اللي كانت متضايقه جزء كبير منها بدا يقول ايه ده، طب ما في حاجات بتحصل كويسه، مش كله يعني مش كله حاجات ترفيهيه يعني، لان الناس خدت يعني لقيت تاثير ايجابي طبعا، يعني الاراء السلبيه ابتدت تقل طبعا. لان كتير من متابعيني واخدين ان انا بصور الاماكن الترفيهيه السياحيه فقط. فلما بدات من غيرتي على بلدي وانا بحب مصر جدا ويمكن المبادره اسمها مصر احلى فقط مش مصر احلى للسياحه، مصر احلى، فحبيت ان انا اوضح كل حاجه حلوه في مصر. لما بدات اصور المحروسه والاسمرات العالمين الاماكن الجميله دي بدات تاخد ملايين المشاهدات والناس بدات تقول احنا ازاي عندنا كده وما نعرفش. بدا يتراجع التعليقات السلبيه بطريقه كبيره جدا جدا، حسيت ان انا نجحت في ان انا اغير مفهوم من كتر الناس اللي عماله تقول احنا مش هنعرف نروح الاماكن اللي انت بتعرضيها دي، انت بتحصرينا، انت كلام كتير جدا. لما بداوا يشوفوا الناس البسيطه بتعمل لها ايه في مصر وبيروحوا ازاي اماكن جميله يعيشوا فيها اولادهم واهالينا كلهم من المناطق العشوائيه يتنقلوا لحياه كريمه، بداوا هم نفسهم خلاص يعني لا مصر فيها حاجات حلوه ومصر وبدا ناس كمان بدات تخش ترد على الناس اللي داخله تحبط. يعني
يعني الحمد لله بقى في زي لا مش كل حاجه خط دفاع آخر يعني. بالظبط ده كان الحمد لله حصل كتير في الفتره الاخيره. في نقطه تانية يعني مهمه جدا، لما احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي قبل كده عن السوشيال ميديا كنا بنتكلم في فكره السلبيات ونقاط الضعف اللي موجوده والتحدي، وان هي اداه ربما تكون موجهه بشكل مباشر جدا لمصر مثلا في احباط المعنويات وضرب المعنويات للمصريين والكلام ده كله. ممكن حد ياخد سلوك ان انا خلاص مش هتابع السلبيات دي او مش هعمل شير او هتحقق من المعلومه فبالتالي مش هنساق ورا اي حاجه بتتقالي، وفي ناس بتبقى بقى واصله لليفل اعلى وايجابي اعلى ان هي بتواجه السلبيات دي بايجابيات تانية موجوده في مصر. صحيح. يمكن انت عملتي كده، فكنت محتاجه منك اسمع بقى يعني هل مؤسسات الدوله ساعدتك في ان هي فعلا ان انت تستمري في العمل ده، ولا لقيتي المساعده منك انت بس يعني وقت مش قصير، لا ده طويل قوي عقبال ما حد سمعك، ولا ايه بالظبط؟ محتاجه اعرف التكاتف كان اخباره ايه والتشجيع. طبعا اكيد يعني الدوله مع اي حد بيعمل اي شيء ايجابي الدوله بتقف جنبه، لان ده في مصلحتك وفي مصلحه البلد وفي مصلحه اهلك وفي مصلحه كل اللي حواليك، فاكيد البلد هتقف او الدوله هتقف جنبك. من اول يوم قلت انا عايزه اصور اماكن زي العلمين زي المحروسه زي الاسماط، اتجهت للجهات المعنيه بان انا اقدر اصور ولا لا، وسمحوا لي بالتصوير، ويعني الحمد لله قدرت اروح اصور ببساطة جدا وسهولة. أنا عامة ما باخدش معايا كاميرات وكده، هي بالسيلفي بالموبايل بس. بس إنك تصور طبعا وسط ناس ده بيبقى مش أي حد، ما ينفعش أروح أصور كده وخلاص، يعني لازم يكون في تصريح، لازم يكون في هل أنت هتعمل إيه بالتصوير ده. فهم سهلوا لي ده الحمد لله، وقدرت إن أنا أروح أصور الأماكن دي كلها، وإن شاء الله لسه بشير الخير الفيديو اللي جاي بتاعي والناس كلها تشوف اسكندرية حصل فيها ايه من غط العناب البشري الخير والاماكن الجميله اللي اتعملت في مصر، ومصر احلى وهتفضل احلى طبعا ان شاء الله. طيب انا محتاجه برضو ان انت تتكلمي، اي حد بيسمعنا دلوقتي ممكن يتحمس جدا للفكره ويقول طب انا ازاي استثمر مواقع التواصل الاجتماعي دي في يعني اكل العيش زي ما بنقول، وان هو ممكن ما يكونش دخله ومقضيه مثلا في وظيفته الاساسيه، فبالتالي عايز يستثمر السوشيال ميديا في انه يروج لبعض المنتجات اللي هو بيعملها، او ان هو يستثمرها باي شكل او باي فكره. لو حد بيفكر كده تقولي له ايه؟ طبعا هي دلوقتي اكبر الشركات بقت يعني تستغنى عن الاعلانات في وسائل كتير جدا وتعلن على السوشيال ميديا، لانها يعتبر بقت من اكبر الاماكن او من اكبر الوسائل الاعلاميه اللي بيحصل عليها دعايه لكل الماركات لكل انا مثلا في الجزء بتاع السياحه هتلاقي الفنادق الكبرى بتيجي تكلمني عشان احنا عايزين نعمل دعايه للفندق ده. بلاد المغرب لما رحت المغرب السفاره المغربيه كلموني احنا عايزين نعلن عن المغرب كدوله سياحيه وانها حلوه وانها زي مصر يعني فيها اماكن جميله. وكذلك دول تانية كتير. فدلوقتي بقى اللي عايز يعلن بيعلن على السوشيال ميديا كتير، كل المكاسب او الناس اللي بتخسر دلوقتي في حاجات كتير جدا بيتجهوا على طول على السوشيال ميديا عشان يلحقوا نفسهم من الخساره اللي حصلت لهم من يعوضوها. بالظبط. فسواء منتجات عاديه سواء فنادق لو هتكلم في الجزء بتاعي سواء بلاد دول بقت دلوقتي عشان تروج ليها بتتجه للسوشيال ميديا والانفلونسر المختصين بالجزء ده في السوشيال ميديا. انت نفسك اتعرضتي لده؟ طبعا. يعني اكيد انا سافرت اكتر من بلد وكان ان انا اروج للبلد دي، بس معلش مصريتي بتاخدني شويه وانا هناك. فلو انا هروج للمغرب مثلا، لكن انا لازم اعرف الناس هناك بمصر ولازم اتكلم عن مصر انها لا تقل عن اي بلد في العالم، بل بالعكس هي تعتبر من اولى الدول سياحيا في كل جزء فيها يعني. طيب شايفه يعني لو حد حابب ان هو يبدا نفس الطريق يعني مش في السياحه عامه لكن بتكلم في اي طريق تاني، هل في مهارات مطلوبه؟ يعني لازم يكون هو متوافر ليه بعض المهارات عشان او الادوات عشان يقدر ان هو يعني على الاقل يضمن النجاح في مواقع التواصل الاجتماعي كمهنه يعني؟ طبعا اكيد. هو في ناس هتلاقي ناس كتير جدا طلعت على السوشيال ميديا وبتفشل يعني. مش كل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا. ليه بقى؟
لان السوشيال ميديا محتاجه انك تكون طبيعي اكتر من من اللازم، يعني انك مش مصطنع. مش مصطنع. في ناس كتير بتطلع تتصنع للاسف، ويبقى مش هي دي طبيعتها، والناس عارفه، يمكن ناس كتير بتبقى عارفه طبيعتها، لكن بتطلع بشكل تاني على السوشيال ميديا الناس بتحس ده، وعارفين السوشيال ميديا مش تمثيل، يعني هي اكتر انك بتطلع بطبيعتك والناس بتعرفك بطبيعتك فتحب طبيعتك فتتبعك. لكن انك تطلع تتصنع او تعمل دور مش بتاعك او تعمل حاجه، يعني انا بشوف ناس كتير جدا طالعين بيعملوا كوميدي مثلا على السوشيال ميديا وبنحبهم جدا وبنتابعهم، في ناس تانيين بيطلعوا يتصنعوا الكوميديا عشان يشتهروا، وللاسف يعني فيبقى استخفاف استخفاف والناس يعني، وفي ناس بقى بيمشوا وراهم الاندر ايدج وكده، لكن لو هتبصي على المحتوى نفسه هتلاقي استخفاف جدا، يعني ما فيش يعني أي اول معنى. حاجه كن طبيعيا، كن طبيعي طبعا. ايه تاني؟ في قواعد تانيه طبعا، اهم شيء انك تكون ايجابي. ايجابي يعني كل ما هتبقى ايجابي اكتر كل ما الناس هتحبك اكتر. ممكن ده في حد يقول لك بالعكس، ده الناس بتحب السلبيات فبتروح لها اكتر، فانا ضامن كده نجاحي بالسلبيات اكتر مش بالايجابيات. بالعكس جدا. يعني في الفتره الاخيره يمكن لو هنعمل مقارنه كنت انا شغاله عليها، بعمل بحث كده صغير ما بين الناس اللي بتنزل دايما حاجات سلبيه والناس اللي بتنزل حاجات ايجابيه، لقيت ان الجانب الايجابي هو الاكتر، يعني لان الناس بدات تزهق، والناس اللي كانت بتمشي ورا الناس بتوع السلبيه يوم واتنين مش قدرت تكمل التالت خلاص. يعني ممكن مره اتنين، لكن الايجابي هو النفس الطويل بقى، المدى الطويل اللي هو مهما يكون هتلاقي الناس هتروح له، يعني هتروح يعني بكلمه واحده ايجابيه ممكن تاثر على 110. انا يمكن في الفيديوز بتاعتي بحب دايما اطلع الناس حافظيني بصباح الفل عليكم من ام الدنيا، فالضحكه مع صباح الفل الاستبشار بالصبح كده بيدي طاقه ايجابيه، فبحب جدا ان دايما الانسان يكون مصدر ايجابيه لغيره، بالذات لو هو هياثر في 10، بلاش الاف ولا مليون، يعني لازم الإيجابية ولازم تكون على طبيعتك. لازم يكون عندك علم وخبرة وتجربة زي ما قلت، يعني انت هتطلع مش مجرد اي حاجة والناس هتحب ده وهتتابع ده، لا طبعا. وانا كمان لاحظت ان انت بتذاكري كويس جدا قبل ما تروحي المكان، يعني انا بحس ان انت تبقي محضرة بعض المعلومات ويمكن حفظاها كمان عشان تقدري ان انت يعني تعملي لها القاء سلس جدا وكأنها حدوتة، فبالتالي المتابعين ينجذبوا ليكي بشكل اكبر. بحب جدا كمان اوصل لمعلومات مش موجوده على مثلا السوشيال ميديا او الانترنت اللي هي المنتشره او المعروفه. اهل المكان اروح لهم المكان اللي هصوره، واروح لاهله اللي هم جدود الناس اللي عايشه دي هناك، واقول لهم احكوا لي عن المكان، احكوا لي، قولوا لي حاجات، قصص، حواديت، روايات، يمكن اطلع منهم حاجه او اتنين ادمجهم في الفيديو، الناس تقول يعني ايه الجمال ده، ايه قيمه المكان، فعلا بتظهر من اهل المكان وهم بيعرفين قصصه ورواياته وحكاياته، كل مكان ليه حكايه جوه مصر. ايه اللي موجود في مصر مش موجود في البلاد اللي انت روحتيها يا اسماء، بعيدا عن وطنيتك وبعيدا عن حبك لمصر؟ يعني انا دايما يعني اما باجي اقارن ما بين اي حاجه وحاجه دايما ببقى بحاول ان انا ابقى حياديه وموضوعيه، فكمواطنة مصرية هتلاقيني ان مثلا اي بلد تانية احنا بنروحها ولا حاجة، لا انا بالنسبة لي مصر بعيدا عن الاماكن والرزق اللي ربنا هباها بيه، لا هي روح، يعني في هي ليها روح مختلفة تماما عن اي روح بلد تانية. انت ايه اللي موجود في مصر فعلا فعلا مش موجود في اي بلد تانية انت روحتيها؟ اول حاجة طبعا وانت لسه قايلاها الروح، يعني مصر دي ليها روح سبحان الله، مش احنا بس مش ولادها اللي بيحسوا كده، الناس اللي بتجيلها من بلاد كتير جدا يقولوا في روح غريبه في مصر، في طاقه غريبه موجوده في مصر، فعلا في طاقه بتسحب كده روحك تبقى عايز ترجع تاني، عايز تروح المكان ده تاني، بتحس بان بيتك واهلك وكل اللي جالنا من كل بلاد الدنيا يقول لك نفس الكلام، ان مصر فعلا بتحس ان احنا ان هي بيتك وبتبقى عايز ترجع تاني تزور المكان ده وتشوفه. لكن بقى لو هنتكلم عن الجزء السياحي، مصر فيها يعتبر 17 نوع سياحة، انت هتلاقي في كل 17 نوع من السياحة. السياحة كلها حوالي 24، احنا عندنا 17، كل بلد من بلاد الدنيا هتلاقي فيها 3 4 5، مفيش بلد بتوصل لل 17 نوع. احنا مصر البلد الوحيدة في الدنيا كلها اللي ربنا حباها ب 17 نوع. هحاول اجتهد من انواع السياحة.
ثقافية علاجية علاجية واستشفائية ورياضية ودينية وسياحة بيئية وسياحة خضراء، يعني في من كل نوع هتلاقي طالع نوع تاني يعني. فلا أنواع كتير كتير جدا من السياحة موجودة هنا في مصر، مش موجودة في الدنيا ومش موجودة في العالم كله إلا هنا في أم الدنيا. فده طبعا ميزة من مميزات بلدنا، وده اللي بتمنى إن مصر فعلا تكون من يعني أولى الدول على خريطة السياحة العالمية، ويتروج ليها ولكل مواردها السياحية وكل منتج سياحي فيها صح. وإن شاء الله ده هيحصل قريب وبيحصل حاليا يعني، لكن إن إحنا نوصل للصدارة إن شاء الله يحصل قريب بإذن الله. طيب السؤال الأخير معاك يا أسماء، برضو أنا محتاجة أسمع منك في زي روشتة كده، يعني لو حد بيفكر إن هو عايز يستثمر البروفايل بتاعه أو الحساب بتاعه بشكل كبير جدا على الفيسبوك أو على الانستجرام في إن هو يبدأ في أي مشروع، أنت جاوبتي في فكرة إن لازم يكون في مواصفات معينة، لكن في ناس يعني ما بيننا وما بين بعض كده بنشوفهم وبنسمعهم يقولك أنا ما عنديش الشجاعة، يعني أنا مش هقدر إن أنا أعمل كده، مع إن ممكن تكون منتجاتها رائعة جدا وأنت بس محتاجة إن أنت تقول لها طب صوري ونزلي وهتلاقي استجابة كبيرة جدا. الناس اللي هي بتقلق أو بتخاف أو بتتراجع أو ما عندهاش، مش هقول لك ثقة بالنفس، لا هم عندهم ثقة بالنفس بس ما عندهمش ثقة تامة في الموضوع ده أو في الناحية دي، تقول لهم إيه؟ يعني وبعد الارقام اللي لسه انت زيعاها من شويه اكيد ما حدش هيقلق، يعني اللي هو الصوره بتجيب ارقام كذا والمشروع الفلاني لو نزلت على الفيسبوك او انستجرام 90% بيتابعوا المنتجات وبيتابعوا كل الحاجات التجاريه على الانستجرام او على الفيسبوك، فده رقم رهيب من المتابعين بيبقى قاصد ان هو يدخل علشان يشوف منتجات سواء بقى ايا كان، لبس، بشره، رحلات سياحية، يتابع أي شيء يخص التجارة عامة، ده عدد كبير جدا من المتابعين. فأنت جوهد كذا ما بيقولوا ما تقلقش وانزل بمنتجاتك أو بالشغل بتاعك أو أيا كان، أنت نفسك لو أنت حاسس أنك تقدر أنك تعمل حاجة تفيد بلدك أو تفيد غيرك أو معلومة عندك عايز تقولها، أنت مش إنفلونسر ولا مشهور على السوشيال ميديا بس عندك معلومات حاسس انك لو قلتها هتفيد 5-6، اتجرأ واطلع قول ده وامسك الكاميرا والسيلفي زي ما بتتصور عادي في كل حتة، وقول واتكلم وواحدة واحدة الشجاعة دي هتتطور وهتلاقي نفسك بقيت يعني مش مشهور بس، هتبقى نجيب بقى ارقام صلاح وكريستيانو اللي لسه عرضنا من شوية. شايفة ان بحس ان تفاعل السيدات اكثر من الرجال في السوشيال ميديا، ده صح ولا غلط؟ لا يعني مش في كل حاجة يعني على حسب المجال. بالضبط على حسب المجال، يعني في هتلاقي والاعمار كمان يعني في ناس كتير عندها المتابعين بتبتدي من 16 سنة ومن 9 سنين لحد 16 سنة، دول اكبر سن بيتابعوه، ده هتلاقيه في اغلب الانفلونسرز الموجودين في مصر للاسف يعني بيتابعوهم سن صغير فقط، لكن هتلاقي في ناس كتير جدا من بداية 18 سنة لما فوق ال40، هتلاقي المحتوى اللي بيقدموه الناس دي بقى للناس دي بتتابعهم ذو أهمية. مبادرة أكيد. مصر أحلى شايفاها الفترة الجاية هتكون رايحة فين؟ يعني هتبقى مقتصرة على السوشيال ميديا ولا أنت طموحك أكبر من كده ولا إيه بالظبط؟ هي طبعا هي الأول والأخير وبيتها هو السوشيال ميديا يعني بالناس وللناس، وبتمنى أن هي تكبر طبعا أكتر من كده، وإن شاء الله الفترة الجاية أنا بحاول أكتر من الفيديوز عن السياحة والمشروعات الدولة أن أنا أعمل حاجة ملموسة، وعملت وبدأت فيها طبعا هي كانت حملة نظافة، وحملة نظافة للأماكن السياحية بالذات الموجودة في مصر، ونزلنا الشارع وعملنا الحملة وساعدنا جدا المسؤولين جدا جدا في الدولة. المكان اللي بدأت بيه كان شجرة مريم، حاليا اللي يعني المسؤولين بيساعدوا طبعا، بس في ناس بيبقى عندها تخوف أو طاقة كده اللي هو لا ده أول ما هنقول هيقولوا لنا لا وبتاع، فأنا محتاجة إن أنت تصححي ده. بالعكس جدا جدا يعني أنا دي بالذات ما طلبتش، يعني دي بالذات فعلا ما طلبتش، دي أنا نزلت على طول وقلت هنعمل حملة نظافة في شجرة مريم في المطرية، ولقيت فعلا اتجه معايا محافظ القاهرة ونائب المحافظ ورئيس حي المطرية، المكان دلوقتي الناس بقت مستغربة، العمارات اتدهنت والمكان نظف والمكان بقى سياحي أثري مقدس جدا، شجرة مريم طبعا، ومكان كان قاعد فيه نبي وستنا العذراء 3 شهور،
فما ينفعش نرمي مكانهم زباله يعني. هي دي كانت الرساله، توعويه اكتر من شغل. احنا اشتغلنا كتير هناك بس الوعي مطلوب، والوعي على السوشيال ميديا اكتر من الوعي على مكتب يافطه ما علقها. ايه تاثير هو طبعا طبعا. فدي كانت اللي انا شغاله فيه حاليا. ان شاء الله الفتره اللي جايه ابتدي في اماكن كتير جايه، ويبقى مصر احلى بقى ان شاء الله بجد. وتكوني معانا برضو وتحكي لنا اكتر واكتر عن كل الانجازات اللي انت بتعمليها بشكل ايجابي وبشكل وطني وجميل جدا ومؤثر. يا اسماء انا بشكرك شكرا جزيلا. اسماء رؤوف، مؤسسه مبادره مصر احلى، بشكرك يا اسماء مره تانية، وان شاء الله كده تفضلي نموذج مشرف للبنت المصريه اللي بتحب بلدها، وفعلا بيكون ليها بصمه مختلفه مش بس في السياحه لا بالشكل التوعوي اللي انت اشرت بيه. شكرا. تسلمي. ايه شكرا. بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي تحديدا بدايات حلقه الاسبوع من برنامجكم الحقيقه يوم الاثنين اللي جاي. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي اي عبد الرحمن. الى اللقاء.